طلاب الكلية العسكرية المتقدمين أو المتقدمون على الدورة 82 تحدثوا عن بيع المقاعد لأقرباء المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن وجود النزعة الطائفية في القبول واستبعاد المتقدمين على أساس الانتماء الطائفي. المتحدث أو الآن المقطع الذي سنشاهده يقول إنه هذا الشخص الذي سيتحدث إليكم يقول إنه كان الأول على المؤهلين للدورة وتم استبعاده من هذه الدورة ليذهب مقعده لمن أسماهم أشخاصاً دفعوا الأموال بهدف الحصول على القبول. السلام عليكم شباب، بخصوص الدورة 82 الله وكيلكم مبيوعه، الله وكيلكم مبيوعه. أنا المؤهل وليد خالد كامل، دورة 82 الأول، زين أنا الأول على الدورة، والله العظيم مبيوعه، وذول المؤهلين وياي كلهم مظاليم، والله مظلومين احنا، وحقوقنا مسلوبه، يعني قبل ما تطلع الدوره، قبل ما تطلع الاسماء بثلاث ايام، زين الطلاب يعرفون وناشرها على الفيسبوك والناس تبارك كلهم، زين ابن اخو شرطه محافظه كربلاء طالع اسمه وكلها بفلوس، ولد عام 60 واحد، يعني ذا قرعه يطلع على الاسم، يطلع على الاسم شو اسمه يعني بفلوس وكلها كلها بوق وتزوير والدوله فاشله. انا طالب من الوزير الاستاذ كفاح زين نجاح العفو، اطالب انه يعيد القرعه وقدام الدنيا كلها خلي يسويها اونلاين اذا نزاهه ودوله مضبوطه، يعني اذا انا منتسب ورايح اقدم فلوس معناته وراها ايش راح اسوي انا بالحكومه؟ ايش راح اسوي بالبلداني؟ اذا من هسه مبنيه على الغش والتزليس والتدليس والتزوير، الى متى احنا؟ ايش وقت يصير باصنا حظ؟ وانا واحد من الناس اول ما طبيت سيلوني انت سني لو شيعي، الله اكبر الى متى؟ يعني احنا حقوقنا ضايعه الى متى؟ والله العظيم انا راح اظل انشر واريد اي واحد ينزل المنشور يكتب يا الله ويرفع بالجروبات وشارك وخلي الناس كلها تشوف. الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، احنا حقنا برقبه الحكومه وحقوقنا كلها ضايعه برقبه الحكومه، وما راح يصير باصنا حظ ما دام هاي حكومتنا تعبانه وثمالها.